بعد 15 سنة من المحاولة، ها هو نداء الحج يصل إلى عم عبد القادر ليباشر تحضيراته لهاته الشعيرة المقدسة رفقة مجموعة من الحجاج الآخرين، والذين من بينهم شيخ أتاه النداء هو الآخر عبر حلم في الليل. هنا 15 سنة وانا نسجل وربي يكتب لنا، رانا خرجنا ورانا رايحين للحج ان شاء الله، ونطلب ربي ان شاء الله نخلو بلادنا بخير ونخلو ولادنا بخير وندلو بخير. قلنا مربي نسيب روحي ندور لهي في مع الشعب. اما لا قلت للطفل الصباح كي ناض قلت له راك النكوى روح ماركيني. حضرت وراني رايح وشيت كسوتي وشيت صوالحي الحمد لله وراني رايح مع جماعه. حضور الدروس الإرشادية مرحلة أخرى في التحضيرات، أين يعكف الأئمة على تبيان فروض الحج وأخطائه نظريا وتطبيقيا. ليتوجه بعدها إلى وكالة السفر هاته لمعرفة المزيد عن ظروف الإقامة في البقاع. حضرنا التحضيرات نتوعنا مع الأئمة، وراه اليوم فوتنا تحضيرات والرونا سلوك الحج كيفها تكون، فروض كيفها تكون. قدمنا لهم دروس كثيرة في المسجد خلال الأسابيع الماضية، خصصنا يومين في الأسبوع يوم السبت ويوم الأحد، واليوم خرجنا عن المسجد لنجمع كثيرا من الحجاج لمزيد توجيه ومزيد توضيح ومزيد بيان. نعاونهم مش نقدروا نعرفوا، جزنا لهم الرحلات نتاعهم من البوابة، وزدنا حجزنا لهم الفندق، درنا لهم الإسكان، ورانا معهم إلى آخر نقطة إن شاء الله حتى يروحوا إن شاء الله. هو يوم قضيناه رفقة أحد المدعوين للحج هذه السنة يرصد تحضيرات حج جزائري ستنطلق رحلته بعد أسبوع من الآن لنودعه في الأخير، ودعوانا أن يتقبل الله منهم ويلحقنا بهم.